نرحب بضيف حلقتنا السيد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان من إسطنبول. سيد بيومي مساء الخير. دعنا نبدأ من غزة ثم نعود لمصر. كيف تقيمون الأداء المصري في التعاطي مع احتياجات غزة منذ بداية العدوان إلى يوم الناس هذا؟ تعاطي حضرتك ومشاهديك الكرام، بالطبع يعني أداء الحكومة المصرية حتى الآن غير مرضي. ما زال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد بالدرجة الأولى على أحاديث لبعض المسؤولين، سواء كان وزير الخارجية أو حديث يعني رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، دون أن يكون هناك إجراءات جدية على أرض الواقع يعني تمنع استمرار العدوان واستمرار القتل والتشريد في غزة. حتى ما تملكه مصر بالدرجة الأولى هو المساعدات، باعتبار أن معبر رفح يعني من جانب الحكومة المصرية. الحكومة المصرية حتى الآن لم تتخذ إجراءات فعلية لتمكين المساعدات التي ترد من أجل الدخول إلى معبر رفح. فحينما نتحدث عن الإجراءات السياسية، لم تتخذ مصر موقفا مماثلا لموقف جنوب أفريقيا، لم تتخذ مصر موقفا مماثلا لعدد من الدول الأخرى زي يعني دول أمريكا الجنوبية وخاصة دولة البرازيل. المواقف التي كانت ينبغي أن تؤخذ من الجيران لم تؤخذ من مصر. لم تتخذ مصر إلا عبارات يغلب عليها الجانب السياسي الدبلوماسي بالدرجة الأولى، وللأسف يعني إسرائيل يعني قلبت الطاولة عليهم وقالت أن المعبر معبر رفح مغلق بسبب المصريين، وأن من يملك المعبر مصر وهي التي تغلق المعبر بالدرجة الأولى. فهذا أمر يؤكد أن حتى شراء رضا إسرائيل غير مأمون الجانب، يعني حتى كل العبارات التي صدرت دبلوماسيا كانت عبارات دبلوماسية أكثر من عبارات حاسمة. طيب باعتبارك أيضا صريح وواضح. نعم، باعتبارك أيضا مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حقوقيا هل تابعتم الاتهامات لتعرض الغزيين لعمليات ابتزاز على المعبر؟ وحتى الجمعيات الإغاثية، الحقيقة من يدخل شاحنة كل شاحنة يدفع مقابلها $5,000 كما أعلمنا أحد النشطاء في هذا الباب، هل تثبتتم في هذه العمليات، عمليات الابتزاز وهي مخالفة لحقوق الإنسان في أبسط معانيها؟ نعم تثبتنا من ذلك، ولكن ليست بالمبالغ الكبيرة التي ذكرت، ولكن الأمر محل ابتزاز ممن هم على المعبر. أصبح الآن لا يستطيع أحد أن يمرر بعض المستلزمات إلا من يملك القدرة المادية على ذلك، في حين أن المساعدات جاءت من دول كثيرة جاءت مجانية. لكن كما ذكرت هناك حالة من حالات شراء استغلال الظرف من قبل البعض. صحيح أنه يعني ليس هو الاتجاه العام، ولكن هناك بعض الناس الذين استغلوا هذه الظروف وفرضوا بعض الإتاوات أثناء إدخال هذه المعونات. هذا الإجراء لا يعمم بالطبع، ولا نقول ولا نستطيع أن نقول أن هذه الأموال ضخت إلى الحكومة المصرية، هذا كلام غير صحيح، ولكن كان هناك حالة من حالات استغلال الوضع المأساوي بفرض بعض الإتاوات من قبل البعض القليل، ولكن حدث بالطبع. طيب بالعودة لمصر الآن سيد بيومي، هذا التعاطي المصري يعني البسيط والمتواضع مع معاناة ومحن أهالي غزة، ومصر يفترض أن تدافع على أهل غزة لا أن تبقى متفرجة، هذا العجز وهذا التلكؤ أيضا في فتح المعبر على مصراعيه وعدم إمداد غزة بما تستحق ربما حتى من السلاح، لما لا؟ إذا كانت أمريكا تمد المحتل الصهيوني على عينك يا تاجر بالسلاح، فما الذي يمنع مصر أن تفعل ذلك مع غزة؟ هذا الواقع المصري في التعاطي الهزيل مع غزة، هل الأحكام التي صدرت اليوم في الداخل تفسر ولو جانب منه بصيغة أخرى؟ إذا لم يكن هذا النظام رحيما بشعبه، فكيف يكون رحيم بأهالي غزة يقول البعض؟ بالطبع يعني أحكام اليوم أحكام صادمة، وتعبر بالصورة بالدرجة الأولى عن نية النظام في التخلص من كل صوت كان في وقت من الأوقات مناصر لهذه القضية ولأهل هذه القضية.
باعتبار ان اغلب من هم خلف الاسوار يعني هم من كانوا يقومون يعني باعداد القوافل وبعمل الوقفات وبعقد المؤتمرات وباستضافه الرموز الفلسطينيه وبتقديم والدخول حتى الى غزه في فتره من الفترات. ولا ننسى موقف هشام منديل رئيس الوزراء الاسبق الذي دخل غزه في وقت ازمه من الازمات. فالنظام يعلم تماما ان هذا الفصيل هو اكبر داعم بالدرجه الاولى لغزه. لذلك النظام وكانه يريد ان يوصل رساله، ان هذه الرساله ليست للمعارضين فقط ولكن للخارج، ان من قاموا بالامس القريب بمساعدة غزة وأهل غزة أصدرت عليهم أحكاما بالإعدام. حتى في إحدى الجلسات وقف الدكتور محمد بديع وتحدث، قال خلونا نطلع ونروح غزة ونحارب. فما زال يعني النظام المصري يعلم تماما قوة هذا التيار في الوقوف بجانب غزة وأهل غزة. فجاءت الأحكام في وقت شديد الحساسية، ما كان ينبغي أبدا أن تصدر أحكام بهذه القسوة في هذا التوقيت، وهذا بسبب فقدان العقلية السياسية في مصر. تفكير العسكر مختلف تماما. لو كان هناك سياسي يعني يمتلك قدر بسيط من السياسة ومن فهم الأمور ما كان لتصدر هذه الأحكام. هذه الأحكام تريح العدو الذي قابع يعني يحارب في أهلنا في غزة. هذه أحكام تمثل بالنسبة له نوع من أنواع الارتياح. النظام المصري كان بإمكانه أن يصدر أحكاما مخالفة لذلك تماما، كانت تمثل حالة من حالات القلق وإن كانت بعيدة عن يعني عن التعاطي مع الملف الفلسطيني في تلك الفترة. لكن كما ذكرت أحكام بالإعدام يعني تنال مرشد جماعة الإخوان وقام ونائب المرشد والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق والدكتور عمرو زكي عضو مجلس الشعب الأسبق وثلاثة من العلماء الدكتور صفت حجازي لو تذكرنا بسرعة سيد بيومي بالتهمة في حادثة المنصة، التهمة هي حيازة أسلحة وما إلى ذلك؟ قضية المنصة قضية يعني كانت أحداثها في 27/7/2013 وظلت حبيسة الأدراج لمدة 10 سنوات أو أقل، حتى فوجئنا بالقضية تخرج مرة أخرى في 2021 يعني يتم تكرار الاتهامات على مسامع المتهمين، الاتهامات الانضمام إلى جماعة والاتهامات يعني حيازة مفرقعات وحيازة كذا. وفي الحقيقة أن المتهم الحقيقي في هذه القضية من قام بإطلاق الرصاص يوم أحداث المنصة. هذه القضية أصيب فيها ما يقرب من 5000 فرد، هذه القضية قتل فيها ما يقرب من 100 شخص. فكان ينبغي أن يؤتى بمن أطلق الرصاص سواء كان ضابط جيش أو ضابط شرطة للتحقيق معه في يعني الإجراء أو الظرف الذي ألجأه إلى إطلاق النار بهذه الصورة، وإذا ما ثبت تعسفه يحاسب بالقتل العمد. هذا هو القانون، هذا هو ما سطرته الأحكام. ولكن في النهاية فوجئنا بأن القضية تفتح مرة أخرى ويتم التحقيق مع هؤلاء المقبوض عليهم باتهامات جزافية، اتهامات مكررة، ثم أحيلت التحقيقات بعد ذلك إلى محكمة استثنائية بغيضة هي إحدى دوائر الإرهاب، والأصعب من ذلك أنها هي محكمة جنايات أمن دولة طوارئ. فأحكام تلك المحكمة أحكام نهائية وباتة لا يوجد عليها نوع من أنواع الطعن أمام أي جهة من الجهات إلا تقديم التماس لرأس النظام. وهذه بالصورة وهذا لنا أمر يعني بشع. هذه أحكام أصعب من أحكام المحاكم العسكرية. باختصار سيد بيومي، لا نريد أن نؤول طبعا، ولكن لأنه أحد المشاركين هنا يتحدث عن صفقة رأس الحكمة والعلاقة الآن التجارية المتنامية مع الإمارات، ويرى بأنه قد تكون هذه من بين الشروط الإماراتية لإتمام الصفقة التعجيل بمثل هذه الأحكام القاسية. هل هناك علاقة باختصار برأيك؟ الأحكام بالدرجة الأولى إذا ما اعتبرنا أنها قرارات وليست أحكام، وإذا ما اعتبرنا أنهم من على منصة القضاء أشخاص جيء بهم خصيصا لإصدار قرارات ترد النظام، فكل الأمور يعني توضع على طاولة، سواء كانت هذه الأحكام إرضاء للكيان الصهيوني أو هذه الأحكام إرضاء لبلد إقليمي يعني يرى أن وجود هذا الفصيل يمثل بالنسبة له يعني نوع من أنواع الضيق والغضب من وجود هذا الفصيل. فإذا ما يعني قد تكون الأحكام إرضاء لمن قام بشراء رأس الحكمة أو تكون إرضاء للعدو الصهيوني، كل هذه الأمور قد يطرحها السياسي وقد تجد قبولا وقد تجد تصديقا. طيب من ذلك، لكن كحقوق يقول أن هذه الأحكام ليس لها علاقة بالقانون أو القضاء من قريب أو من بعيد. التوقيت باختصار أيضا نختم معك سيد بيومي الآن، التوقيت أيضا في عز هذا العدوان على غزة يتم الإعلان عن هذه الأحكام، كان بالإمكان تأجيلها، فلماذا الآن برأيك؟
وايضا ونحن على يعني اسبوع ويدخل يدخل شهر رمضان، هذه هديه النظام لمعارضيه، هذه هديه، هذا يعني هي هديه كل سنه وانت طيب بتاعه النظام للمعارضين في مصر. احكام بالاعدام تطول 8 من قيادات العمل الوطني في فتره من الفترات، فهذا امر غير طبيعي في ظل يعني حرب غزة. ما كان ينبغي أن يلتفت النظام إلى معارضيه بتلك الأحكام، كان على العكس، كان على النظام أن يخفف حدة العداء بينه وبين معارضيه، لأن النظام أيضا يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة جدا جدا، وأنا لا أعلم هذه العقلية كيف يفكر وهو يعاني بهذه الصورة في الانتقام من معارضيه. فبالطبع يعني توقيت غير مناسب داخليا، توقيت غير مناسب إقليميا، توقيت غير مناسب بكل الصور، ولكن كما ذكرت هي عقلية العسكر التي لا تعرف أن تتعامل مع السياسة بصورة جيدة. الأستاذ خالد بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر.